السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مبروك عليكم هذا الشهر، فكنتمنى تكونوا بخير. فكما كتشوفوا معايا اليوم، معايا اخر موديلات جلابه المغربيه. معنا هنايا موديلات بالتنبات وموديلات براندا وموديلات في الطرز. فكما كتشوفوا معايا هذا الموديل رائع بالتنبات، بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم التنبات. معنا واحد الرشمه اللي هي خفيفه، وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعجبهم التنبات بالجوهر بالعقيق. شوفوا معايا واحد الاختلاف اللي كاين دابا، كيكون التنبات وكيكونوا دوك الهدوب ديال التنبات في القب، كتعطي واحد الجماليه للجلابه اللي هي رائعه. شوفوا معايا هذا اللون، هذا رائع. واحد الخدمه كاينه فوق الكتف اللي هي زوينه مع الحجيرات، وفي الجناب وفي الاسفل. ومعايا هنا كلشي، الملاقيه كلها بالتنبات. شوفوا كما كتشوفوا معايا، فهي بسيطه ولكن رائعه. وهذا موديل اخر بالنسبه للبونتيل، جلابه دو بياس بالطونطيل، كي كتجي رائعه وزوينه. واحد اللويه اللي هو رائع، فبعض الاحيان كيكون عندنا واحد اللويه في الدار في بالثوب، كيكون عندنا واحد الثوب كنبغيو نختاروا واحد الخدمه، واحد الخدمه يعني كنختاروا واحد الخدمه اللي هي زوينه واللي هي اللي نكونوا حنا مرتاحين فيها. هذيك الخدمه بغيناها نفصلوا بها الجلابه ديالنا. هذا الفيديو هذا كيقربكم لاخر موديلات ديال الجلابه المغربيه. فكما كتشوفوا معايا هذا الموديل رائع، هو كذلك بالتنبات. شوفوا واحد الميلونج ديال اللون اللي هو رائع وراقي جدا. انا واحد الرشمه اللي هي سامبل ولكن رائعه راقيه. شوفوا معايا الخدمه ديال الجلابه كيفاش مخدومه، هي مخزنيه توب كريب، رائعه رائعه. هنا معنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا جلابه دو بياس، وانا مخدومه بالطرز المعلم. انا كما كتشوفوا معايا الصوره كتقربكم اكثر الجلابه كيف هي مخدومه، كيف هي ملبوسه وكيفاش كتجي، فهي رائعه جدا. شوفوا اللوينات. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرز كذلك. شوفوا معايا اللوينات، هنا جوج لوينات فقط ولكن جايه غزاله. انا معنا عقيده نصطق، وهذا موديل اخر بالنسبه للتنبات. شوفوا معايا هذه الرشمه، هذه هي كذلك رائعه، واحد الميلونج ديال الالوان اللي هو رائع جدا. الخدمه ديالها القب بالنسبه للقب، بالنسبه للملاقيه شوفوا الرشمه ديالها حتى هي كذلك، اليدين كيفاش مخدومين، فهي رائعه جدا. وهذا اللون هذا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوها، كيبقى لنا نفس الرشمه فقط الاختلاف في اللون. فكما كتشوفوا معايا فهو كيجي رائع جدا. شوفوا الخدمه ديالو، الميلونج ديال الالوان، الملاقيه هنايا في صاله مخزنيه. وحنا باقين مازال مع السيدات اللي كيعجبهم التنبات. هنا واحد الرشمه حتى هي كذلك، هي زوينه هنايا عند الكتف هنايا، زوينه ما شاء الله زوينه. شوفوا اللوينات، كاين واحد الميلونج ديال الالوان زوين. وهنا جبت لكم واحد الجلابه اللي هي ما ملبوساش، ولكن كان واحد الميلونج ديال الالوان اللي هو رائع جدا. شوفوا معايا هنا الحجيره، شوفوا معايا الخدمه، شوفوا معايا اللوينات، فهي رائعه جدا. هذا البيض هذا كيناسب العريسه ديالنا. شوفوا معايا هنا الرشمه كيفاش دايره، كيفاش مخدومه. شوفوا اللوينات، شوفوا الميلونج ديال الالوان، رائع رائع ما شاء الله رائع. شوفوا معايا هنا الملاقيه كيفاش مخدومه بواحد الطريقه اللي هي جميله جدا صراحه، واحد الخدمه اللي هي متقونه ورائعه. وهذه جلابه واحده اخرى كذلك، فهي ما ملبوساش. فقط كنقربكم الصوره الجماليه ديال هذه الجلابه كيفاش مخدومه. شوفوا الخدمه ديالها كيفاش مخدومه، رائعه جدا راقيه. شوفوا معايا الطريزه كيفاش مخدومه،
فهي رائعة جدا مع العقيدات مع التنبات، اللوينات رائعة. كان واحد الملوج ديال الألوان اللي هو رائع. فهاد الموديل هذا بالنسبة للعريسات ديالنا، فالصورة هنا كتقربكم أكثر للجلبة كيفاش مخدومة، فهي جميلة وراقية جدا. وهذا موديل آخر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا الطرز، فشوفوا معايا هنا هذا كذلك، هذا موديل آخر، هذا لون آخر توا راقي جدا، وجلبة سامبل ولكن راقية جدا. وهذا موديل آخر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا التنبات، فهذا كما كيبان لكم هذا راه التنبات ولكن جا راقي جدا. شوفوا هنايا، شوفوا معايا الخدمة ديال هاد الجلابة، فهي بتنبات رائعة. وهنايا العقيدات، شوفوها كي جات في الصورة هنا كتقربكم أكثر للجلابة كيفاش هي ملبوسة. وهدا موديل آخر بالنسبة للسيدات اللي كيعشقو جلابة دو بياس، فهي جميلة جدا. وهنا بالطريزات كما كيبان لكم القميص ديالها رائع. السيدات اللي كيعشقوا تنبات كذلك، هنايا موديل اخر مختلف واخر مدارج في هذه السنونه هذه. شوفوا معايا هنايا عندنا تنبات في اليدين وعند القبب وفي الملاقيه، فكما كتشوفوا هنايا. وهذا موديل اخر بالنسبه للطرز، فهنا كيجي الطرز فقط في اليدين، والخدمه فهي سامبل ولكن رائقيه رائعة، كتعطي واحد الجمال يا الجلابة. شوفوا معي هنا راقية جدا. هنا كيبقى فقط نفس الموديل، كيبقى الاختلاف فقط في اللون. شوفوا معي هاد الألوان، هادو واحد الميلونج ديال الألوان اللي هو زوين. فهنا هاد الفيديو هذا كيقربنا أكثر اش من لون نخدمو التوب ديالنا، كيفاش بغينا الجلبه تكون، واش تكون في صاله عاديه ولا في صاله مخزنيه، ولا واش عقيده نص طوق، واش الخدمه بغيناها تنبات ولا. فهنا كتقر هنا هذا الفيديو هذا كيقربكم اكثر لاخر مدارج في السنه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد على قناتي. فكما كتشوفوا معايا هنايا موديل باقي معنا الطرز، هنا كاين واحد الميلونج اللي هو رائع كذلك، الخدمه اللي هي رائعه جدا. هنا معنا الفتيحات في الاسفل ديال الجلابه، هنا مخزنيه جلابه في صاله مخزنيه توب كريب. وهذا موديل اخر بالنسبه للطفيره مدوبله، شوف كما كتشوفوا معايا هذا اللون هذا زوين وراقي. شوف كيفاش مخدومه جلبه، فهي رائعه جدا. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب